استاذ خليفه، بما اننا تحدثنا عن كثير من سلبيات الترجي، هناك ايضا ايجابيات، منها طبعا محمد علي بن رمضان، واحد من ابرز اللعيبه في الترجي منذ سنوات، يبقى واحد او ربما الورقه الاهم للترجي قدام النادي الاهلي. احنا كنا يعني عشان ما يبقاش الكلام، احنا كنا اتكلمنا برضه عن ميزه في الترجي عشان نتكلم عنها، الكرات الثابته بتتعمل بشكل كويس، وده مفتاح مهم في الترجي. نزود عليه مفتاح كمان اللي هو محمد بن رمضان، عشان هو كان بيتكلم ان كولر بدا يستخدم حمدي فتحي وان هو يزود وجو بي جوه المنطقه والحاجات دي، دي حاجه جميله عملها كولر. ولكن بقى هنيجي في محمد بن رمضان، هو مش حد بقى مزوده، هو لاعب اصلي في الزياده، احنا بنتكلم عن لاعب من بدايته اصلا ما فيش حد بيشوف له، لا هو لاعب كبير من البدايه. صح. مميز جدا يعني، عشان كده هو في خط النص حاليا الترجي تكتيكه قايم دلوقتي ان انا بسحم الجبهه اليمين اللي فيها بوجرين وكذا وكذا، واحرر زياده جدا بن رمضان. هو الراجل بيديله ادوار بعد حمدي الهوني، وبدا يعتمد عليه، بدا يبقى اشبه ان انا بعمل الخطه عشان محمد بن رمضان. دي محاولات الترجي امام شبيبه القبائل في تونس. بتكلم عن مباراه اقيمت في تونس، الترجي عمل محاولات، بص هنا دي اجمالي المحاولات اللي اتلعبت على المرمى من الترجي توتال في المباراه، تقريبا اكتر، هو مش تقريبا، هو اكتر لاعب، هو اكتر لاعب بس تقريبا قرب نص المحاولات يعني. اللي بعديه اتنينات وواحد وحاجات كده، وهو طبعا اللي احرز الهدف، ومنهم كورتين على المرمى يعني، حتى مش غير الجون يعني، في ثلاث محاولات عنده على المرمى من الخمس. فده تميز، هو بيتميز بحاجتين مميزين جدا، خلينا نستعرضهم بالحالات. الحاله الاولى جونه في شبيبه القبائل، هنا اتلعبت الكره الطويله اللي الشناوي كان بيتكلم عليها، ان الترجي هيستفزك، ارجع لي بس للصوره، الترجي هيستفزك عشان تضغط عليه ويلعب الطويله. الطويله هنا كان بين حموده، اللي زاد هنا بن رمضان اللي بقى بيلعب في خط الوسط ناحيه اليسار، وفي غياب حمدي الهوني بقى بيتم تركيبه الملعب عشان هو ياخد ادوار هجوميه كبيره، وهنا تعامله كان ممتاز جدا في كره مش سهل ان انت تسجل منها يعني، هنا مش التحرك بس، هو عنده مهاره. كمل بقى الكره اللي بعديها، كانت الكره اشترك فيها مع مدافع الشبيبه وما كانتش الكره مرتاحه قوي، سددها بشماله وهو راجل بيلعب برجليه اليمين اساسا، سددها بشماله، جه منها الهدف. ده الجزء الاول، ان هو يقدر يستقبل كرات طويله ويقدر يبقى مهاجم تاني. في حته تانيه بقى كانت، هات لي الهجمه اللي الفريم التاني لمحمد بن رمضان في ماتش الافريقي. بص هو بيعرف ياخد البعيده وبيعرف يعمل حاجه اللي احنا بنتكلم فيها دايما، اللعيبه اللي هي الاجنحه، وهنا مش جناح، هو لعيب وسط، بس اللعيبه الاجنحه اللي بتعرف مثلا ايه ستايل، كان مثلا مؤمن زكريا وكهربا، اللي هو يعرف يبقى ورا الباك وفي لحظه واحده يقدر يسرق المساحه دي. محمد بن رمضان هو اخر واحد يعني، بص الناس بعد الحكم هو اللي هناك ده، هيفضل ياخد المساحه لغايه كمل الهجمه، لغايه لما يبقى ورا المهاجم على طول بين حموده، ومثل منها خطوره كبيره جدا في بوزيشن كويس جدا، غير محاولاته واستديداته، فهو لاعب للمشاهده ومن افضل اللعيبه في جوه القاره حاليا. ولو في امل للترجي هيبقى عن طريق محمد بن رمضان مع الكرات الثابته ان شاء الله. ما يبقاش في امل للترجي مع كامل الاحترام، بنحب الترجي بس ان شاء الله الاهلي يقدر يوقف محمد علي بن رمضان.